الاخير الاوردر بتاع ناصر. هو ده المنتج اللي انا طلبته. مين فينا ما طلبش منتج ولما شافه على الموقع وبعد كده جاله انذهل من الفرق الجبار؟ لكن خليني اقول لك ان ده كان زمان، لان انت النهارده ومع تقدم التقنيه تقدر تشوف المنتج بتاعك بشكل ثلاثي الابعاد، ده غير ان انت ممكن تفتح الموبايل بتاعك وتشغل المنتج بشكل ثلاثي الابعاد وتشوفه في الحقيقه شكله هيكون عامل ازاي ومقاسه مناسب ولا لا قبل ما تطلبه. وانا في الفيديو ده بقى حابب اوريك ازاي انك تعمل ده بنفسك، وممكن تعمل ده للمنتجات بتاعتك وبالتالي تقلل الريتيرن وتزود الارباح او تتعلم المهارة دي وتعملها وتكسب منها فلوس. والموضوع بسيط جدا وعبارة عن 3 خطوات. اول حاجة هتروح تسجل حساب مجاني على الموقعين اللي هسيب لك الروابط بتاعتهم تحت، وهما بولي كام وبي 3D. تاني حاجة هتجيب المنتج بتاعك علشان تعمل له سكان بالموبايل. ثالث حاجة تاخد بقى الموديل اللي اتعمل عندك بالموبايل ده وترفعه على بي 3D. خلونا بقى نعمل الموضوع ده بشكل عملي مع بعض. اول حاجه جبت المنتج بتاعي، هبدا ان انا افضي المكان كده شويه واخلي موجود في مكان ظاهر نسبيا. هروح اجيب الموبايل بتاعي، هنفتح تطبيق بولي كام. اول حاجه هنروح نعمل اسكان جديد، هيفتح الكاميرا معايا زي ما انت شايف كده. دلوقتي عندك حاجه من اتنين، يا اما تاخد مجموعه من الصور يا اما تشغله فيديو وهو هياخد صور بشكل تلقائي، فانا هخليه على مود الفيديو وهدوس على الريكورد. هبدا ان انا كده امشي ورا المنتج بتاعي، ويفضل ان المنتج يكون متنور بشكل كويس والإضاءة يعني إيه مناسبة قدر الإمكان، وطبعا هتاخده من أكتر من ارتفاع. أنا دلوقتي عشان أوريدي عملت الخطوة دي قبل كده، فأنا بس هوريك الفكرة ومش هعتمد على الإسكان ده. طبعا لو المنتج بتاعك أنت عايزه يظهر بشكل كامل فهتحتاج إن أنت تقلبه. دلوقتي طبعا إيدي طلعت في الموضوع فده هيبوظ الإسكان، فيفضل إن أنت ساعتها تعمل بوز وبعد كده تكمل، أو تمشي إن أنت تاخدها صور. طب لو هتاخد صور هتعمل إيه؟ هتقلب على مود الصور، والموضوع بسيط جدا. خلي المنتج بتاعك موجود في وضعية مناسبة، ابدأ خد مجموعة من الصور ورا بعضها كده. طبعا ممكن تلف المنتج، ولكن منتج زي ده شبه بعضه جدا، فممكن البرنامج يجيت كونفيوزد او ما يعرفش انهي وجه هو انهي. وطبعا لما تلفه برضه كده هتقدر ان انت تصور الجزء اللي تحت، لو ما يهمكش الجزء اللي تحت مش مشكله، بس يعني يفضل ان انت تجيب المنتج بتاعك بشكل ثلاثي الابعاد متكامل. بعد ما تخلص هتدوس على دون، هيقول لك عدد الصور، اختار الجوده، ممكن تخليها ميديا ممكن تخليها فول. فول طبعا هيدي لك كواليتي اعلى، بس ممكن يطلب منك فلوس لان البرنامج ده مدفوع ومش مجاني، لكن بيدي لك عدد من الكابشر تعمله ببلاش. فانت ممكن تعمل ده وانت بتتعلم، ممكن تعمل كده كذا منتج، ولو بعد كده الموضوع بقى مربح بالنسبه لك ممكن تعمل اشتراك تقريبا كان $6 في الشهر او حاجه. طبعا اللي انت بتعملهم خلال شهر بيكونوا موجودين معاك، تقدر تستخدمهم وتحملهم اي وقت، فانت ممكن تستخدمه شهر تعمل اسكان، لو شهر تاني ما عندكش شغل ممكن ما تعملش الخطه. بعد كده هتدوس على ابلود اند بروسيس لو انت جاهز، لو عايز تعمل ابلود بعدين مفيش اي مشكله. لما يخلص بقى عندك الموديل هتقدر ان انت تفتحه وتدخل عليه بالشكل ده. طبعا عندك حاجه كده كنت بعملها من شويه وملحوظه صغيره، لو انت عندك منتج بيشع يعني مثلا ازاز، حاجه بتعمل ريفليكشن معدنيه قوي، هتلاقي انها هتطلع معاك بالشكل الغريب ده، فيعني حاول تخلي منتجات قدر الامكان تكون مصمطه زي كده. فالحاجات اللي هي فيها اخشاب تحديدا هتكون افضل حاجه، بالذات ان الناس لما بتطلبها ممكن واحد يطلب مثلا كرسي وبعد كده يلاقي مختلف مع ما شافه في الصوره، ممكن يطلب رف زي اللي ورا ده وبعد كده يكتشف ان هو حاجه مختلفه وهكذا. دلوقتي بقى اللي احنا محتاجين نعمله نعمل داونلود للموديل بتاعنا، فهندوس على علامه الداونلود اللي فوق، تحمل الجي ال تي اف ده، وبعد كده تروح على كونفرتر اونلاين تكتب جي ال تي اف 2 او بي جي وتحوله. مش متاكد برده بنسبه 100% الطريقه تشتغل معاك بدون مشاكل ولا لا، لان احنا طبعا كنا بنستخدم الخطه المدفوعه واحنا بنجرب المحتوى بتاع الفيديو ده، ولكن ان شاء الله يشتغل معاك. لو حصل مشكله اكتب لي تحت احاول ان انا اعرف حل واقول لك عليه. دلوقتي بقى هنروح على البرنامج الثاني بتاعنا اللي هنرفع عليه ال 3D موديل. دلوقتي بقى دخلنا على بي 3D وعملنا لوجن باكونت، فكل اللي احنا محتاجين نعمله نروح ندوس على نيو موديل. هيطلب مننا الملف، هندوس على سيلكت فايلز او هنشد كده الملف ونحطه هنا. عند ما الابلود يخلص هتلاقي الموديل بتاعك فتح بالشكل ده، طبعا لو هو متظبط ومفيش اي زيادات والدنيا فيه حلوه. ونصيحه لو انت حابب ان انت يعني تطلع افضل موديل فحاول تصور بكاميرا او ممكن تصور بالموبايل، بس بدل ما تستخدم التطبيق بتاع بولي كام على طول، لا صور الصور براحتك
بعد كده خد الصور دي على فوتوشوب مثلا او على كانفا، شيل الخلفيه وبعد كده روح اعمل ابلود للصور على بولي كام. يعني لو انت عايز برضو نمشي بشكل احترافي اكتر في الموضوع ده، ممكن تكتب لي تحت في التعليقات نعمل توتوريال اطول او حتى نعمل كورس متكامل في الحته دي تحديدا. المهم الفكره دلوقتي ان انت عملت ابلود للموديل بتاعك، هيظهر معاك بالشكل ده، عندك مجموعه كبيره جدا من الاعدادات للموديل ده تحديدا لانه بسيط جدا مش محتاج نعدل قوي. دلوقتي اللي انا محتاج اعمله ان انا اروح على علامه الشير دي وابدا ان انا اعمل كوبي لينك. الفكره بقى دلوقتي ان انا لو فتحت اللينك ده عندي على اي جهاز هقدر ان انا اشوفه بشكل ثلاثي الابعاد، الفه كده حواليا براحتي، ابدا ان انا اشوف كل الزوايا فيه، اقدر ازوم ان فيه بشكل كبير جدا واشوفه براحتي. طيب ازاي بقى اشوفه في الحقيقه؟ يعني لو عايز اشوفه على المكتب هنا والف واعمل اللي انا عايزه، الموضوع بسيط جدا، اروح اجيب الموبايل بتاعي وافتح نفس الرابط زي ما احنا شايفين على الموبايل اهو، برضو اقدر ان انا الف واعمل اللي انا عايزه، ازوم ان ازوم اوت، الدنيا بسيطه خالص. فكره بقى عشان اشوفه في المكان بتاعي هدوس على علامه الاي ار دي، هيبدا ان هو يعمل لودنج معايا. بالمناسبه في بعض الموبايلات ما بتدعمش الخاصيه دي، لكن اغلب الموبايلات النهارده بتدعمها، فلو ما اشتغلتش معاك على موبايلك ممكن تجرب موبايل تاني. دلوقتي هيطلب مني ان انا كده احرك الكاميرا شويه، فخلينا احرك اللابتوب ده بعيد شويه بحيث احط دي المكان هنا. دلوقتي هلاقي انه الهرم ظهر معايا، خلينا نصوره شويه لان هو هنا حجمه كبير قوي. بالمناسبه انت ممكن تطلع حجم الموديل بتاعك قريب جدا من المقاس، فلو لقيته مثلا اكبر شويه او اصغر شويه ممكن تبدا تعدل فيه على بولي كام او على برنامج زي بلندر مثلا. عشان كده بقول الموضوع فيه تفاصيل كتيره شويه، ممكن نعمله كورس مخصوص في وقت من الاوقات، ولكن الفكره ببساطه لو انت عايز المقاس بالظبط فهتحتاج تعمل مجهود زياده شويه. طبعا ده لو ما طلعش معاك اوريدي مظبوط بالظبط. طيب الفكره دلوقتي المنتج عندنا اهو، اقدر ان انا ازوم ان فيه، الف حواليه، اقدر ان انا اشوفه بشكل ثلاثي الابعاد، اقدر برضه ان انا احركه. فالفكره ان انت مثلا لو ده كرسي ممكن تروح مثلا تحطه في مكان انت عايز تحطه فيه، شوف شكله عامل ازاي، تناسقه عامل ازاي وهكذا، لان انا دلوقتي لو بعدت كده المنتج مش هيجول معايا، هيفضل موجود بالمقاس بتاعه اللي هو البرنامج بيديهولي، وبالتالي ده يساعدني اشوف المنتج كويس وفي نفس الوقت اتخيل في المكان عندي هيبقى عامل ازاي. حابب اشكرك انك كملت الفيديو لحد هنا، وارجو ان انت تكون استفدت شويه، ولو انت جربت حاجه ووقفت معاك ولا حصلت اي مشكله او عايز تتعلم اكتر في الحته دي اكتب لي تحت في التعليقات، وانا ان شاء الله ههتم ان انا ارد عليك لو الموضوع بسيط، او اعمل فيديو مخصوص حتى، او نعمل حتى كورس متكامل في النقطه دي لو عدد كبير من الناس مهتم بيها. دلوقتي حابب اشكر فريق بي 3 دي ان هم تعاونوا معانا على الفيديو ده وبيقدموا لكم خصم 20% على الخطط الشهريه، فلو انت حابب تعمل المنتجات بتاعتك بشكل 3 دي وتعرضها للعملاء، تبعت لهم لينك او حتى تحطه على الويب سايت بتاعك، ودي من النقط القويه جدا، فانت ممكن تستخدم التول بتاعتهم وهتفرق معاك كتير جدا. لو انت برضو بتفكر ان انت تعمل ده كبزنس، يعني تشوف مثلا المتاجر اللي حواليك اللي بيبيعوا اونلاين، تعمل سكان للمنتجات بتاعتهم او تاخد ال 3 دي مودلز تبدا ان انت تعملها هوستنج على بي 3 دي، وتبدا ان انت تديهم اللينكات او تعمل امبيدنج لللينكات دي على الموقع بتاعهم، فالعملاء بتوعهم يشوفوا المنتج بشكل ثلاثي الابعاد ويشوفوه بالاوجمنتد رياليتي، فدي فكره حلوه جدا، وتقدر دلوقتي تستفيد بالخصم الى 20%، وهسيب لك الرابط تحت. انا حسام الدين حسن، ودي قناه ايبرينيرز، القناه اللي هتساعدك تعرف كل ما هو جديد في مجال التقنيه وتحديدا الفيرتشوال رياليتي او الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي. وده كده كان توتوريال نسبيا سريع بيعلمك ازاي ان انت تعمل اسكان لاي منتج عندك بشكل 3 دي وتحوله الى ملف 3 دي، وبعد كده تاخد بقى الملف ده وتعرضه اونلاين. لو الموضوع ده كان افادك وعجبك يا ريت تعمل لايك للفيديو وتعمل شير علشان عدد اكبر يستفيد منه، ولو كان عندك اي اسئله اكتبها لي تحت في التعليقات.